السلام عليكم ورحمة الله. عشاق المغامرات، موسم الشتاء بلش وكلياتنا بنطلع أفرود ومغامرات وأكشن. اليوم راح أشرح لكم عن ثلاث منتجات من شركة هيلا. شركة هيلا شركة معروفة جدا، ألمانية، عندها عدد كبير من القطع والمنتجات مختصة للسيارات. في البداية، كشافات في الأسفل وفي الأعلى. هاي الكشافات قوية جدا، تكشف لك لمسافة أكثر من 400 متر قانونية. هاي الكشافات تشتغل بكل الظروف الجوية، سواء كانت أمطار، ثلوج، ضباب، تتحمل كافة الظروف الجوية. هاي الكفرات أنت بتحطهم زي منظر، عشاق الرالي بتذكروا هدول الكفرات كثير منيح، وانت لما بدك بإمكانك انه انت تفك هذا الكفر، واذا بدك توري انه انت مركب براند قوي جدا بتركبهم. منظر الكشافات جميل جدا وهيك ما بوقعوا ثابتين. القطعة الثالثة ركبناها داخل السيارة، داش كام، في كاميرا بتصور للأمام وفي كاميرا موجودة مشان تصور للخلف. هاي الكاميرا عليها النظام أداس، هذا النظام جدا متطور، Advanced Driving Assistant System، بعطيك تحذيرات، بقرأ الشارع الأمامك، فيه حساس. هاي الكاميرا الداش كام انت بتنزل تطبيق على موبايلك، بتح لك انه انت تشوف الكاميرات الأمامية والخلفية بأي وقت بدك اياه. وفي ميموري كارد SD كارد باخد up to 128 جيجا، يعني بإمكانك تسجل لمدة تقريبا يوم كامل تسجيل بأي لحظة بدك اياها من خلال التطبيق. تفتح الكاميرا وبتشوف السيارة شو قدامها وشو وراها، يعني عرض سيارتك لزوجتك بإمكانك تشوف وين بتسوق كيف بتسوق. طبعا الكاميرا الداخلية في لها شاشة واضحة جدا، انت بإمكانك التحكم بجودة التصوير بحالة انت صفيت السيارة وسكرت السيارة ورحت. اي اصطدام للسيارة والسيارة واقفة، في مستشعر بيعرف انه السيارة انهزت، فورا بشغل الكاميرا وبسجل لمدة دقيقة كاملة بالامام وبالخلف. السيارة بإمكانك تساوي تسجيل صوتي أو تسجيل للفيديو، الكاميرا الأمامية والخلفية. طبعاً البريق تاع هاي الشاشة يختلف، سواء كانت الدنيا نهار أو الدنيا ليل بيختلف، مشان ما يأذيك بالليل ويكون الوهج قوي، يعني ما بتأذيك وانت سايق. بكفي كلام، خلينا نطلع نسوي لكم أكشن، ومع الغروب تشوفوا كيف ضوء الكشافات كيف بعطيك رؤية خيالية بالذات بالليل. هيا بنا. بإمكانكم الآن طلب منتجات هيلا من خلال تطبيقنا AA Perf.